السلام عليكم ورحمة الله، معكم عباد وجيتكم فيديو جديد عن بلاك كلوفر. فيديو اليوم راح اشرح لكم بشكل بسيط من وين انت بتقدر تجيب جمات ومن وين انت بتقدر تجيب كروت اللي هي لتسحب على الشخصيات. طبعا اذا انت بدك تسحب على الشخصيات لازم تلعب اللعبة. هلا في ناس انا بحسهم بس بفوتوا كل يوم بيعملوا شوية شغلات وبيقول لك يلا وين الجمات او وين الكروت. اللعبة هي كل ما لعبت اكثر كل ما بيطلع لك جوائز اكثر، والحلو بهي اللعبة انه انت يعني فيك تقول بدايتها يعني ممكن اول شهر راح تاخذ كثير جيمات وراح تاخذ كثير كروت. هلا ممكن بعد فتره تصير كل ما لا اقل لانه انت بتخلص شغلات كثيره من اللعبه، بس فيك تقول انه راح يعطوك جزء كثير حلو من الجيمات ومن الكروت. بقى خلينا نبلش. طبعا اول طريقه لتجيب فيها جيمات وموارد اللي هي عن طريق الاتشيفمنت. الاتشيفمنت دائما بتعطيك جيمات، بتعطيك شغلات كثير حلوه، ما في اللي يفوت على قبلها. فإذا بدك أنت تاخذ جيمات وتاخذ كرود شوف المهمات هاي وخلصها مشان تاخذ أفضل الجوائز. هاي بالنسبة لأول شغلة. الشغلة الثانية اللي هو الإيفنتات. الإيفنتات كتير 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 بتعطي جيمات وبتعطي موارد. خلينا نفوت مثلا على ماجنا لما تلعب هاي بيعطوك 5 غير اللي هو بيعطوك ياهم جوا. شايفين مثلا هون واحدة، هون 80، هون واحدة. بقى هدول لعبوهم وترجموهم اللي هو بتاب تو ترانسليت مشان تقدروا تخلصوهم بأسرع وقت ممكن. بعدين بترجع نفس الشيء هون كمان بتاخذ 5 ثانيات، وإذا لعبت الأخيرة كمان ممكن تاخذ جيمات وتاخذ موارد كتير حلوة. بقى هي الطريقة الثانية اللي هي ماجنا. هلا في ايفنت كتير قوي اللي هو الايفنت الاول، بتاخذ منه اللي هو لسبعة ايام بتاخذ منه تيكتات وبتاخذ منه او سبعة ايام يعني اللي هو كم يوم باقي 15 يوم بتاخذ منه كروت وجيمات بشكل غبي. اللي هو كل يوم اول سبعة ايام لما تفتح اللعبه بيعطيك مهمات، اذا خلصتها بيعطيك جوا جيمات وكروت، وهون لما تخلص مثلا 3 مهمات بيعطيك هي، لما تخلص 7 وهكذا حتى تخلصهم كلياتهم. يعني اليوم خلصت هي بعطوني 2000 جيم، عشان هيك بقى صار معي كثير جيمات. بقى هذا الايفنت كثير مهم العبوه وسهل مو صعب، على الاقل مثلا كل يومين ثلاثه اذا بتخلص وحده منهم بيكون كثير شيء حلو. طبعا الايفنتات هي كمان بتعطيك جيمات وبتعطيك شغلات. بقى نصيحه مني خلصوهم كلهم مشان تاخذوا الجيمات. هلا بنيجي لهي طبعا كمان وينها اللي انا بدي اياها، اعتقد هي، لا مو هي ايفنت، لا مو هون، وينها؟ ايفنت، لا هي ولا هي ولا هي ولا هي ولا هي، وين كانت؟ لسه قبل شوي فتت عليها انا، يمكن مو هون مثلا، يمكن هون. ايوه ليك اي هي. طبعا هون يوميا بيعطيك جيمات 10 10 10 10 هون بيعطيك، وهون بيعطيك 10 زائد تيكت. يعني انت كل يوم راح تاخذ تيكت، يعني كل 10 ايام راح تقدر تعمل ملتي. يعني بالشهر فيك تعمل 3 ملتيات فقط اذا لعبت المهمات اليوميه، هي انه هي الديلي ميشنز. هلا بنيجي لهون اللي هي الشغله الرائعه. اذا لعبت هدول كمان هون بيعطيك تيكتات وبيعطيك جيمات مثل ما انتم شايفين. واذا هي اللي هي القويه تبعها شوف كم تيكت باخذ هون 5 وانا اوريدي ماخذ جيمات. بقى نصيحه مني خلصوا، بس هي صحيح تاخذ وقت. ليش؟ انه هون مثلا عامل لك خلص 30 يوم، يعني بدك شهر بالضبط حتى تقدر تخلص، انه بدك تخلص 30 يوم المهمات اليوميه. بقى من هون كمان فيك تاخذ كم هائل من الجيمات ومن الكروت. وهلا الطريقه اعتقد الاخيره اللي فيك تجيب منها كمان جيمات
اللي هي إذا أجيت لهون على رحت على القرية، كل قرية من القرى إذا بتفوت عليها أنا فيها هلا فيها مرحلة ولا مرحلتين من هدول. هلا هدول قتالات صعبة، بس لما تخلص القتالات شوف قديش بيعطوك، 200 300 زائد 10 تيكتات، 10 تيكتات بيعطيك. بالمرحلة الأولى في هون 27 مرحلة أو 27، يعني 9 مراحل. إذا خلصت 3 نجوم بتخلصها، نفس الشيء هون إذا خلصتهم نورمال بعدين هارد بعدين نايت مير، نفس الشيء مثل ما أنتم شايفين بيعطيني 500 جيم زائد 10 تيكتات. فهي الشابتر رقم 1. مثلا خلينا نشوف شابتر رقم 2. شابتر رقم 2 ليكو عندك، بتفوت لهون ليكا كمان هون 27 وحدة. اي اعتقد راح تكون بوس ولا شيء. فاذا خلصتها بتاخد كمان نفس الشيء 10 تيكتات. وهون مثلا لما تجي لهون، يعني اعتقد بكل وحدة في تنتين، يعني بكل وحدة راح تقدر انت تاخد 500 جيم و10، يعني يكفيك كل شابتر بتاخذ ملتيتين ونص، لانه 500 جيم اللي هو 1100 المالتي، ففيك تقول ملتيتين ونص اذا خلصت الشابترات هاي. طبعا المهمات مشان تخلص 5 نجوم احيانا بيقول لك العب الشخصيه الفلانيه، العب مثلا باستا شابتر واحد اللي يلعب باستا، ممكن بعدين مثلا العب بموسى، العب بيامي، العب مين ما كان حسب انين شو الدنيا يعني العب. وحتى احيانا كمان اذا انت مو عارفان بمين بدك تلعب، خلينا مثلا نقول نفوت على هاي المرحله، فيك تعمل اللي هي انه لا ما فيك، ما فيك تختار شخصيه انت من عندك، مع انه فيك المفروض، او ممكن اذا ما عندك اياها بيقول لك انه فيك تختار واحده ما عندك اياها. فهي هي الطريقة الأفضل لحتى تقدر تجيب جيمات وتجيب تيكتات. بس العب اللعبة فرم، وبتكون أنت خلصت جمعت جيمات وخلصت وجمعت تيكتات. بس أهم شيء، أهم شيء بالنسبة للجيمات والتيكتات، مو أي بانر بتلاقوه بشكم تسحبوا عليها، لأنه مثلا أنا هلا خلصت من ليخت ما عاد اسحب عليه خلص، ما في داعي، مع انه فيني اسحب عليه. مثلا هي ما بدي اياها، ما راح اسحب عليها. السيزون الاوريدي خلصت وعندي من 3، بس ما عندي ولا كرت منهم، بس اعتقد فيني اخذ كرت بعدين بقى لحالي، ودام هي موجوده هون بقى فينا امتى ما بدنا نسحب عليها بالفري اللي هو كلهم بيعطونا اياها، ممكن نحن وحظنا ناخذ واحده منهم بعدين بقى. بس هون بكون وصلنا لنهاية الفيديو تبع اليوم، أرجو تكونوا استمتعتوا فيه، إذا استمتعتوا فيه لا تنسوا لايك للفيديو، شكرا على المقاطع، شكرا جديد مني، شوفوا آخر فيديوهات تانية، مع السلامة.